بعد إعلان نتيجة اجتماع لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزي التي أسفرت عن زيادة الفائدة على العملة المحلية بنسبة 2%، تساءل الشارع المصري عن تأثير رفع سعر الفايدة على الدولار، وهو ما أجاب عنه الخبير المصرفي. قال الخبير إن تأثير رفع سعر الفايدة على الدولار إيجابي إلى حد ما، خاصة على المدى القصير. وأضاف أيضا في تصريحاته إن تأثير رفع سعر الفايدة على الدولار في مصر أو سعر الصرف يتحدد وفقا لعدة عوامل، أبرزها قدرة الاقتصاد المصري على جذب أكبر قدر من الاستثمارات غير المباشرة في أدوات الدين الحكومي، والتي تعرف بالأموال الساخنة. وكلما استطعنا الحفاظ على مستويات مقبولة منها، كلما استقر سعر الجنيه أمام الدولار. وأشار أيضا إلى خطة الاحتياط الفيدرالي نحو أسعار الفايدة على الدولار، منوها إلى زيادتها بنسبة 0.5% خلال آخر اجتماعاته في شهر مايو الحالي، مع التنبؤ بمواصلة الزيادة حتى إلى 3% بنهاية العام الجاري. وأوضح أيضا أن الفيدرالي الأمريكي قرر رفع الفايدة لأول مرة منذ سنوات طويلة، والتي كانت معدلات الفائدة على الدولار تقترب لديه من الصفر أو السالب، معبرا عن سياسة نقدية امتدت لعقود بضغوط أزمية للتضخم العالمي، والتي لم تعاني الولايات المتحدة من مستوياتها منذ 40 عاما. وتابع أيضا أمام توجيهات البنوك المركزية العالمية لزيادة أسعار الفايدة على عملاتها، خاصة الاحتياط الفيدرالي، فلم يمكن تجاهل تأثير رفع الفايدة على الدولار من الناحية المصرية ورصد احتياط النقد الأجنبي. ورفع البنك المركزي أسعار الفايدة 300 نقطة أساس خلال آخر اجتماعين، ليصل سعر الفايدة على الإيداع ليلة واحدة الآن إلى 11.25%، وسعر الإقراض الليلة الواحدة 12.25%، حيث يبلغ سعر العملة الرئيسية وسعر الخصم 11.75%. وتوقع كبير الاقتصاديين بالمجموعة المالية أن تثبيت سعر الفايدة في اجتماع لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزي المصري نهاية الأسبوع الجاري، مفسرا توقعه بأن البنك المصري قد يتمهل في زيادة جديدة في سعر الفايدة في اجتماعه هذا الشهر، انتظارا لعدة عوامل أبرزها التعرف على تداعيات الزيادة العالمية. وفي آخر اجتماعه أيضا، ونتيجة المفاوضات مع صندوق النقد الدولي لحصول مصر على قرض جديد واجتماع لجنة تسعير البنزين أول الشهر المقبل لتحديد أسعار المنتجات البترولية في ظل الزيادة المضطردة في أسعار النفط العالمي بسعر يفوق المقدار بموازنة العام الجاري الحالي، وهذا كله عدة عوامل تؤثر على التضخم خلال الفترة المقبلة. غير أن هناك تصريحات إلى كبير الاقتصاديين أيضا إلى توقعات بزيادة جديدة في سعر الفايدة بنسبة تتراوح ما بين 2 و1% خلال النصف الثاني من العام الجاري، بناء على التداعيات الداخلية والخارجية على التضخم المحلي. وحول تأثير زيادة الفيدرالي الأمريكي سعر الفايدة 75% على مصر، قال إن تأثير هذه الزيادة غير مباشرة، حيث تؤثر على رفع تكلفة الاقتراض الخارجي مما يقلل فرص التضخم. ولجنة السياسات النقدية بالبنك المركزي المصري في تحدي ضخم، موضحا ان رفع الفايدة في امريكا ادى الى زيادة الدولار امام العملات الاجنبية ومنها الجنيه المصري، وبالتالي ارتفاع الاستثمار في الدولار، وهي ظاهرة تعرف بالدولارة، مما يتطلب من البنك المركزي المصري رفع الفايدة للتصدي لتلك الظاهرة، غير انه في المقابل سيؤدي الى تعميق التباطؤ في الاسواق. فيما توقع رئيس مجلس إدارة شركة الاستثمارات زيادة البنك المركزي المصري سعر الفايدة بمقدار 50 نقطة أساس خلال اجتماعه المقبل، مستندا على زيادة الفيدرالي سعر الفايدة 75 نقطة أساس، وما يتبعه من زيادة بعض البنوك المركزية حول العالم، مما يشكل ضغوطا دولية على عملات الأسواق الناشئة، والمحافظة على قوة ومرونة الجنيه يتطلب زيادة سعر الفائدة.
وأضاف أيضا في تصريحاته إن رفع الفايدة الأمريكية قد يؤثر بصورة غير مباشرة على الأسواق العالمية من خلالها تهدئة الأسعار والعملات عالميا، والحد من التضخم يؤثر بشكل غير مباشر على معدل التضخم محليا. ورجح أيضا أن يتجه البنك المركزي المصري برفع سعر الفايدة 1% مرجحا ذلك نتيجة تداعيات داخلية وخارجية تواجه لجنة السياسات النقدية قبل اجتماعه في هذا الشهر. أبرزها رفع سعر الفدرالي الأمريكي سعر الفايدة 75 نقطة، ويتبعه في نفس القرار بالعديد من الدول الأوروبية والخليجية، مما يؤثر على تدفقات الاستثمار الأجنبي غير المباشر في أدوات الدين الحكومي، مما يتطلب من الدول الناشئة زيادة الفايدة العالمية. والبنك المركزي أعلن عزومه عن زيادة سعر الفايدة بنسبة 4% خلال عام 2022، وبالفعل أسعار الفايدة بنسبة 3% خلال آخر اجتماعين، وقد يواصل الإقدام على زيادة بنسبة 1% في اجتماع شهر يونيو الجاري، مشيرا إلى أن التضخم في مصر قد يتأثر سلبيا مع نتيجة عوامل خارجية أبرزها الحرب الروسية وموجة التضخم العالمي، وهي عوامل تؤثر لأول مرة على التضخم محليا وقد تدفعه لارتفاع مستوى قياسي. وهناك نقاشا أيضا حول إذا ما كان يتعين على البنك المركزي الفدرالي الأمريكي إبطاء سعر رفع الفايدة أو حتى التوقف مؤقتا لعدة اجتماعيات في وقت لاحق من هذا العام لتقييم تأثير المعدلات المرتفعة على الاقتصاد الأوسع. وهناك فجوة بين وقت الإعلان عن معدلات أعلى وبين الوقت الذي تؤدي فيه بالفعل، ومن المؤكد أن التوقف المؤقت يبدو أقل احتمالا بعد تقرير التضخم الساخن لشهر مايو. في الواقع يقوم الآن المتداولون بالتسعير مع وجود احتمال قدرة 40% لفرص زيادة تبليغ سياسة 4 نقطة في اجتماع مجلس الاحتياط الفيدرالي في يوليو. ومع ذلك لا يعتقد الجميع أن الاحتياط الفيدرالي يجب أن يكون بهذه الجراءة. وبدأ البنك الاحتياطي الفيدرالي إلى عملة تسمية التجديد الكمي، والتي يمكن أن تبطئ طلب المستهلك من خلال دفع أسعار الفايدة طويلة الأجل إلى أعلى. إلى كيفية عمل ذلك، اشترى البنك المركزي كجزء من جهوده لتحفيز الاقتصاد عام 2022 كميات هائلة من السندات والأوراق المالية المدعوة بالرهن العقاري. ويقوم الآن بنك الاحتياط الفيدرالي بفك هذه الأصول عن طريق ترك السندات في ميزانيته العمومية وعدم إعادة استثمارة المدفوعات الرئيسية في تلك السندات. ومن المفترض أن يؤدي ذلك من الناحية النظرية إلى ارتفاع العائد طويل الأجل. بكده نكون وصلنا لنهاية الفيديو، ما تنساش تدعمنا بلايك والاشتراك في القناة. دمتم في رعاية الله وأمنه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.